طب يا فندم، في حضرتك جبت مثال الكريدت كارد. الكريدت كارد او بطاقات الائتمان البنوك بتبعتها للناس في البيوت، وانا هنا بتكلم على اصحاب المعاشات اللي هم يعني برضو من كبار السن، يمكن عندهم امراض مش قادرين يتحركوا كتير. هل ممكن نبعت لهم هذه البطاقات على المنازل ولا يعني ما ينفعش؟ هو لازم البنك بيستوفي بعض التوقيعات عشان يسلم الكارت، لكن بالنسبه لكبار السن او اصحاب الامراض احنا كل اللي طالبينه بس ان حد من اسرته يتوجه لمكتب التامينات، واحنا هنطلع موظف من عندنا يروح لغايه محل سكنه يستوفى الاجراءات ويسلمه كارت ميزه في منزله. احنا هنا بنتكلم على 1,000,000 المواطن اللي فاضلين، دول اللي احنا بنستهدفهم وبنقول لهم اللي ما خدش كارت ميزه لازم هو او حد من اسرته يتوجه الى اقرب مكتب تامينات عشان نقدر ان احنا نستبدل هذه البطاقه. من امتى البطاقات الزرقاء هتقف يا سياده اللواء؟ تواريخ اصدارها استاذه رنين مختلفه، احنا بنتكلم على 1,000,000 بطاقه، ففي اللي هيخلص بكره، في اللي هيخلص بعده، ما اقدرش اقول، لكن يعني في نهايه شهر 6 على بدايه شهر 7 المفروض ان صلاحيات البطاقات دي هتنتهي، المجموعه المتبقيه دي تنتهي في شهر 6 او في شهر 7. احيي من خلال سيادتك يعني اناشد اهالينا يتوجهوا لمكاتب التامينات بدون زحام بدون تكدس، احنا مرتبين نفسنا ان المواطن ان شاء الله اقصى مده بيقف فيها على الشباك لا تتعدى الخمس دقائق يكون استلم الكارت مجانا، باكد مجانا، ما فيش اي رسوم. اصحاب الامراض واللي مش قادر ينتقل لينا حد من اسرته يبلغنا واحنا هنوصل لغايه عنده ويسلموا الحاجه. اللي منهم هيروح يقبض معاه شهر 6 اللي هو معاه الصرف ويوم 1/6 راح لغايه مكنه وحط الكارت قال له راجع التامينات، بقول له ما تقلقش ما تقلقش خالص، دي نقطه مهمه، تطلع على مكتب التامينات بس صور بطاقتك وش وظهر قبل ما تجيلنا واكتب عليها رقم التليفون المحمول بتاعك، هنسلمك الكارت مجانا وهنفعل الكارت او هننزل المعاش بتاعك وانت واقف. دي نقطة مهمة جدا، لو حد راح ياخد يوم 1/6 اللي هو التأمينات أو عفوا المعاشات اللي بتتقبض 1/6 ولقى حط الكارت في الـ ATM وقال له راجع التأمينات ما يخافش، وده كلام سيادة اللواء جمال عوض، راجع مكتب التأمينات هات بطاقتك وصورها وش وظهر، حد من أسرتك ممكن يروح لو أنت مش قادر علشان يفعل الكارت الجديد فورا. وبنقول للناس ارجوكم انه يعني قدامنا لحد اخر 6 1/7 الكروت دي برضو مش هتبقى شغاله، ف فمع اللي هو المعاش بتاع 6 بقى اللي هو بيتقبض 1/7 المفروض كل ده يكون عفوا استاذ رنين، معاش شهر 6 بيتقبض يوم 1/6، المعاش غير المرتب، المعاش بنصرفه اول الشهر، اول الشهر بخلاف المرتب، المرتب بيتصرف في اخر الشهر، معاش 7 بيتصرف اول 7 بالظبط. ايوه شكرا سيادة اللواء جمال عوض على كل هذه، على التنبيه كمان على الناس والتوعية. شكرا سيد رئيس قومية للتأمينات والمعاشات. نخرج فاصل ونرجع تاني.